امبارح دينا تحدت نجلاء بدر في ركنة العربية، ونجلاء قبلت التحدي ده من أول ما بلغناها، وعلى الرغم إنها بتسوق كويس جدا إلا إن السواقة بتفكرها بذكرى أليمة بالنسبة لها. هسيبها هي بنفسها لتحكيها لكم. كان عندي 15 سنة كنت بتعلم السواقة، عملت حادثة. كانت عربية حد قريبنا، الحمد لله بوظت العربية، دخلت في عربية نص نقل. هي على فكرة 28 دي كلنا تقريبا مرينا عليها، مصر كلها. عندي عربيتين، عربية سيدان عادية وعربية 4x4 للشغل وللحياة، يعني الشوارع بتاعت التصوير والحاجات دي. بحب السواقة على فكرة، أنا بستمتع بالسواقة، بحس العربية كأنها عاملة زي الفرس، يعني أنا اللي بتحكم فيها وبتحكم في سرعتها. بتابعها طبعا، من ضمنهم سيت بيلت اهو حطاه. ما بحبش امشي غلط رونج، لان انا بحس ان انا اللي هعمل حادثه. بعد ما اتخرجت من الجامعه كنت واخده ابن اخويا ومراته في العربيه، وعملنا حادثه وحشه قوي. اللي صعب عليا ان كان معايا طفل، يعني دي اكتر حاجه ضايقتني، لانه اتفزع جدا وهو كان قاعد جنبي هو ومامته، فجأة لقيتهم نطوا من فوقيا، معرفش ازاي هما خرجوا قبل من العربية، والإزاز اتكسر في دماغي واتفتحت دماغي. دايما بشغل أغاني وبحس إن أنا في رحلة، يعني أي مشوار ليا بحب أشغل أغاني، فبحس إن أنا دايما مسافرة بقى ومعايا أصحابي وبنقعد نغني في العربية. بحب أغنية بعدك عني مع أصالة، دايما بسمعها، بحبها على السفر جدا. بحب أغنية يا ناس، شفت حلاوة يا ناس لعسيلي، عشان أنا بحب عسيلي قوي. بحب كل أغاني عمرو دياب، بحب أسمع له جدا. أنا قابلت تحدي الركنة مع دينا، هنشوف أنا بقى ولا أنت يا دينا. يلا نبتدي. ماشي؟